هذا البرنامج برعاية بسم الله الرحمن الرحيم. لما نيجي نتكلم عن القطاع الزراعي لازم نبقى فاهمين ان احنا بنتكلم عن قطاع مهم وحساس في نفس الوقت. طيب علشان أهمية هذا القطاع بالنسبة لتأمينه لاقتصادنا الزراعي وأمننا القومي في نفس الوقت، ومدى حساسيته لأي مشكلة ممكن يتأثر بيها، وأيضا مدى تطبيق العلم داخل هذا القطاع علشان احنا نقدر نتوسع في إنتاجنا، احنا يهمنا جدا ان احنا نزود من الإنتاج بنفس وحدة المساحة ونفس كمية المياه. وزارة الزراعة، الجامعات، المركز القومي للبحوث الزراعية، مجهود كبير جدا وعدد كبير جدا من العلماء المخلصين لمصر اللي بيشتغلوا علشان يخدموا البلد دي. طب الجهود دي بتوصل للناس؟ طب الاختراعات اللي احنا بنتكلم عنها دايما والابحاث، ما هو البحث ده ممكن يكون اختراع في حد ذاته، لكن اذا كان حبيس الادراج محدش هيسمع عنه حاجه. وده اللي انا دايما باكد عليه، ان احنا اي بحث علمي لازم نهتم بيه ولازم نشوفه ولازم نطلع الناس عليه ونشوف ايه الامكانيات ان احنا نتواصل مع الجهات المختلفه عشان نقدر ننفذه. انا النهارده بيشرفني وجود الاستاذه الدكتوره وفاء حجاج، رئيس الشعبه الزراعيه والبيولوجيه والمشرف على مكتب براءات الاختراع بالمركز القومي للبحوث. برحب بحضرتك يا دكتوره. اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين. بشكرك على وجودك معانا. ميرسي جدا. شكرا. وانا شفت ان في نشاط ملحوظ داخل المركز القومي للبحوث في الفتره الاخيره، وحضرتك قمتي بجانب كبير جدا من هذا النشاط وعلى المستوى العربي كمان مش في مصر فقط. اهم انجازاتنا اللي قدرت الدول العربيه كمان تسمنها، انا شايف ان حضرتك دايما بتنشر الابحاث العلميه الجديده، ليكي براءات اختراع، بتشرفي على بعض الرسائل العلميه. فالدول العربيه اهتمامها بالمركز القومي للبحوث وبالمجهود اللي بيتم بيه ليه مردود علينا كمصريين في نفس الوقت، كلميني عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن مصر من اولى الدول اللي كل دول عربيه بتهتم بيها وبتهتم باخبارها وبعلمائها، ويمكن انا كنت لسه في الاردن في اليومين السابقين وكنت حصلت على جائزه شومان للباحثين العرب، وكان خلال تكريمنا كنا اربعه، يعني احنا اعلى عدد من المصريين اللي كانوا بيكرموا، اربعه من مصر وثلاثه من لبنان واثنين من الاردن، وكذا عدد 11 جائزه. وذكر في هذا الاحتفال ان مصر، وكان برضو في ندوه على هامش هذا الاحتفاليه، ذكر ان مصر اعلى عدد في النشر العلمي، وان اعلى عدد في المتقدمين والحاصلين على الجوائز، وبرضو من الدول الخاصه الدول العربيه الخاصه بان عندها عدد البراءات عليه. ففي اهتمام جامد قوي بينا، وخاصه ان مصر معروفه هي دوله زراعيه، ومعروفه من قبل بان كل التكنولوجيات الحديثه اللي بتتم بتبقى من عندنا. ففي تعاون كبير بيتم في الوقت الحالي، ويعني معنا كمصر ونمسك لو قلنا المركز، فبنحاول نعمل تعاون مع بعض الدول العربية، ومنها طبعا الإقاردة دي موجودة في من أحد المنظمات اللي موجودة. في تعاون بيتم، يعني في بروتوكولات موجودة في الوقت الحالي وبتتم مع عدد كبير من الدول، وفي زملائنا كتير برضو متعاونين معانا من خلال برضو السعودية في الجامعات المختلفة وفي الدول. يعني الحمد لله مصر رائدة في مجال الزراعة وفي كل ما هو جديد. يمكن معظم المؤتمرات اللي احنا بنعملها بنلاقي عدد كبير من الدول موجودين، بحيث لازالت لسه جامعاتنا ومراكزنا طبعا هم اللي بيدرسوا فيها. انا عايز اتكلم على اهم الاوراق البحثية او الاختراعات اللي بتلفت نظر العلماء المصريين وايضا الدول العربية، اهمها وخصوصا ان في تكريمات كثيرة حضرتك حصلت عليها. يعني لو اقول مثلا على المستوى الشخصي، معظمها بتبقى من خلال المنتجات اللي هي اللي ممكن يتم تطبيقها، المنتجات الامنه، المخصبات، الاسمده، الحاجات اللي ممكن يبقى فيه نقله ما بين جهه وجهه، وممكن تطبيقها في اكتر من مكان.
برضو في نقل التكنولوجيات الجديدة، يعني في أحد الاتجاهات الجديدة اللي بدأت تستنير اللي هي مجال الخاص بنظم المعلومات اللي هي الجغرافية أو الاستشعار عن بعد، وخاصة إن معظم المناطق الزراعية اللي موجودة على مستوى الدول العربية كلها يعني في نسبة التصحر عالية أو نسبة المناطق الصحراوية فيها مرتفعة، فاستخدام نظم المعلومات والاستشعار لتحديد نوعية المناطق اللي ممكن يتم فيها الزراعة، نوعية المياه الموجودة فيها، الملوحة، على أساس أن يبقى فيه مكافحة للتصحر، وبتتحدد أيهما الأرض اللي فيها نسبة المياه اللي ممكن تبقى كافية وملائمة للإنتاج النباتي ونوعية المحاصيل، لأن لو تم دراسة تركيب التربة بنوعية المياه ممكن نحدد التركيب المحصولي الأمثل اللي ممكن يدي أعلى إنتاج يعني بدل من الزراعات اللي هي العادية. في الجزئية فدي دي انا ما بتغلبش على جودة المياه او احاول اعالجها، انا بشوف المحصول المناسب ليه. المناسب للمنطقة مع برضو ممكن يتشاف ايه الحاجات المحاصيل والاصناف اللي ممكن يبقى متأقلمة مع المناخ اللي موجود، يعني من ضمن الدراسات اللي بتتعمل بالنسبة لنظم المعلومات الجغرافية المناخ اللي في المنطقة، وبالتالي بيتحدد نوعية المحصول، بيتحدد الصنف نفسه برضو، بيتحدد الخريطة المحصولية الموجودة، يعني في تكنولوجيات كثيرة ممكن ان هي بيتم تطبيقها من خلال يعني بيبقى في نقل تكنولوجي بقى ما بين يعني ما بين الدول، ما بين احنا اللي في هي منطقة المراكز. واحدة وتحدياتنا على فكرة واحدة، يعني اللي دايما بيفكر ان مصر بعيدة عن منطقة التصحر لا، هو مخطئ. كلنا واحد، يعني ده مثال، ده احد الامثله يعني، واحد الاهتمامات اللي موجوده في كل الدول العربيه، كميات المياه، نوعيتها، التحليه بتاعت المياه، خاصه لما بيكون في مياه مثلا فيها نسبه ملوحه، فاصبحت بتتعاملوا معاها ازاي؟ التحديات واحده. المياه اللي فيها نسبة ملوحة بتتعاملوا معاها في من ناحية وسائل العلم؟ مختلفة، يا إما في نظام اللي هو التحلية والفلاتر، يا إما في بعض النظم أخرى اللي هي المحاصيل اللي ممكن يعني من الحاجات الجديدة، المحاصيل الهلفتية ممكن تتحمل ملوحة، في بعض المحاصيل الاستراتيجية برضو تتحمل، في أصناف، يعني لها دراسات كتيرة ولها يعني ممكن تغلب على المشاكل بطرق مختلفة، أيوة. فبس أهمها يا إما محاصيل وفي نفس الوقت اللي هي معاملة المياه والنظم التحلية، دي أحد هو الاتجاهات احنا لسه الجديدة في نظم معاملة المياه يعني أو مش التحلية. متقدمين والتحلية بالقدر الكافي، نظرا ان احنا بقى عندنا اكتر من ملف، يعني تحلية مياه الآبار او معالجتها وايضا مياه البحر، وضعنا ايه بالنسبة للعالم؟ لا يعني في مشروعات كتيرة شغالة في المجال دوت، يمكن احنا عندنا برضو في المركز في احد المشروعات اللي موجودة في هذا المجال، وفي توسع في هذا الموضوع، يعني احنا من الناس اللي شغالين في هذا المجال، يعني موجود شعبة البحوث الزراعية قامت بمجهود كبير جدا وإنجازات فعلا ليها مردود في الفترة الماضية، أهمها وأهم يعني الإنجازات اللي حصل فيها تواصل ما بينكم وما بين وزارة الزراعة، لأن ده مجهود مشترك. مهم. يمكن في عديد بقى من الانجازات، لو احنا جينا بالنسبه للزراعه هنقول هيبقى في الشق الاولاني اللي هو المياه والارض والمناخ، احنا طورنا نظم جديده اللي هي نظم المعلوماتيه وعملنا المجال دوت، بحيث ان احنا بنحط خرائط للتركيب المحصولي ونوعياتها، وبالفعل في دراسات قائمه دلوقتي، يمكن في تعاون مع الدوله في هذا المجال. برضو دخلت مجال جديد ما كانش موجود عندنا اللي هي الميكنة الزراعية وتطوير شبكات الري، بحيث ان يبقى في نظام المياه بيبقى بكميات محسوبة، يعني في دراسات على حساب كمية المياه لكل محصول قد ايه، والشبكات نفسها بتصمم بحيث كمية ضخ المياه اللي ممكن يعني تتوفر من الاحتياجات خلال المائية أو الشبكات، المقرر الاحتياجات المائي. المؤقتة للمائي بالنسبة للمحاصيل، فطورنا عدد كبير ودي برضو اتسجلت كبراءات اختراع، بحيث ان بيتم تصميم الشبكات بما تتناسب مع الوضع الحالي بالنسبة للمياه والكميات المحددة المطلوبة. برضو في الأراضي اللي هي تحسين الأراضي وخصوبتها، عندنا في إنتاج يعني شبه في مصنع لإنتاج الأسمدة اللي هي الان بي كي الأساسية والعناصر ده الصغرى، تابع للمركز ده القومي تابع للبحوث. للمركز وده برضو بالتعاون مع وزارة الزراعة.
وفي مجموعه من المخصبات برضو بتعاون مع وزاره الزراعه بيسمع عنها موجوده وبتتباع وموجوده ومتوفره في الجامعات الخاصه بوزاره الزراعه. يعني في مثلا دكتور محمد يعني محمد صابر في الميكروبيولوجي كان في منتجات سجلها خاصه كاسمده حيويه ودي بتعاون مع وزاره الزراعه وموجوده. يعني في عدد في تعاون في المنتجات اللي بتتم ده من حيث اللي هو الجزء الخاص بالاراضي برضه في بالنسبه للانتاج النباتي في تطورات تقنيات حديثه لانتاج نباتات سواء تتحمل ملوحه او جفاف. يعني في ذره وفي انواع مختلفه من المحاصيل. في الكينوا برضه ده بتعاون مع وزاره الزراعه والكينوا دي تعتبر يعني بنقول من المحاصيل اللي تعتبر مكمله الاستراتيجيه. يعني ممكن استخدام نسبه من اللي هي الحبوب الخاصة بالكينوا مع القمح بحيث تقلل الفجوة الغذائية. توسعنا برضو في الشعير في المناطق الهامشية بالإضافة للأقمع بحيث أن نقلل الفجوة ويستخدم شعير أو قمح أو مع القمح أو الكينوا مع القمح بحيث يبقى في تقليل الفجوة الغذائية بالإضافة للمحاصيل الهلفتية أو الأعلاف اللي هي ممكن تستخدم كأعلاف. في بقى تقنيات اللي هي خاصه بالتشو كلشر او التحسين. يعني في عدد من التقنيات اللي احنا قدرنا نوصل بيها لمحاصيل استراتيجيه بالاضافه لمحاصيل اقتصاديه زي مثلا البولونيا عشان انتاج الاخشاب، المورينجا. يعني عندنا موضوع المورينجا الدكتور ابو الفتوح رئيس جمعيه المورينجا وشبه توسعنا بيها على مستوى مصر. لا المورينجا دي قصه كبيره جدا. عايز اعرف لا وعايز برضو اخد منها معلومات لان احنا انا بتابع فعلا المورينجا من خلال المركز القومي للبحوث. فيها شغل جامد يعني في نشاط جامد سواء على المستوى ان احنا مهتمين بيها. دي فيها كجزء طبي وفيها مجموعه اولا بتستخدم زي الشاي وفيها فيتامينز وانتي اوكسيدنتس زائد ان هي بتستخدم سجلت في عدد من البراءات الاختراع كاستخدامات طبيه في عدد من المركبات. يعني احنا لو قدرنا نوصل لتجميع المركبات ديت ويبقى في شركات هنا في مصر لانتاج المركبات الفعاله او كمركبات طبيعيه من نباتات احنا اللي نقوم بيها هنا اهوت بدل من استيراد المركبات اللي بتخش في صناعه الادويه. فدي يعني في حاجات خاصه للكانسر، في حاجات للكبد، في حاجات للسكر. يعني في عدد كبير من المحاصيل اللي هي الطبيه والعطريه نباتات ودي كلها. المنتجات دي ممكن تتصدر؟ يعني احنا عندنا توسع كامل كبير جدا فيها وممكن بتتصدر. يعني عندنا المركز شبه زراعه المورينجا في كافه انحاء الجمهوريه ودي علشان تعتمد في استخدامها لعلاج بعض الامراض بيتم اعتمادها من قبل وزاره الصحه. من قبل وزاره الصحه وفي دلوقتي جاري تسجيل المنتجات وتسجيلها. يعني بقى لنا سنه في ده في موضوع التسجيل شغالين فيه. يعني اصل كلام حضرتك بياخدني لبعد تاني خالص. لا لا في تسجيل شغالين في التسجيل دايماً. يعني ليه تعودنا دايما على النظم القديمه او الكيميائيه اللي هي ممكن يكون فيها نوع من الضرر؟ ما هي دي انت هتوصل للمنتجات يعني الطبيعيه. اللي اقصده ان ممكن احد المشاهدين يبقى عنده مشكله يروح للعطار او يروح لمعالج بالاعشاب يقول له انا عايز تركيبه. انما انا بكون عندي منتج مرخص ومعتمد من الدوله ومن الجهات المتخصصه محدش يسال عنه. اتقدم اوراقها كلها في وزاره الصحه وشغالين في دي خطوه جيده. في بقى عندنا مجموعه طبعا الشتلات النباتات اللي ما بتنتجش بالطرق الطبيعيه ومقاومه للافات دي بتيشو كلشر. في جزء بقى الانتاج الحيواني يمكن في عندنا وده اتعمل طبق في سينا في منطقه ابو كلام تحسين انتاج السلالات الثروه الحيوانيه بالتهجين وبحيث يزود نسبه اللبن ونسبه البيض ونسبه البروتين. وبرده في تحسين في انتاجيه الاعلاف سواء بقى من قش الرز او من ورد النيل او من عدد من المحاصيل او بطريقه تقنيه النانو بحيث توفر كميه العلف وتزود القيمه الغذائيه. ففي في موضوعات الخاصه بالثروه الحيوانيه في عدد كبير من المشروعات والمنتجات اللي موجوده حاليا. عندنا دواجن وماشيه واسماك
أيوة. بنشتغل على الثلاث ملفات. احنا ما احنا اللي عندنا فيه قسم الشعبه الزراعيه فيها 16 قسم، منها قسم الانتاج الحيواني ده مختص بسواء اسماك او الثروه الحيوانيه اللي هي المقترات او الطيور او يعني كله في يعني في كذا كذا اتجاه. ففي تقنيات النانو في كانت موجوده في الثروه الداجنه وفي البط، يعني في كافه الاتجاهات في التحسين. وفي برضو من الاتجاهات الاخرى اللي احنا شغالين فيها او اللي موجوده في برضو في الشعبه اللي هي مجموعات بقى الاسمده والمبيدات والمخصبات الحيويه والطحالب. الشعبه فيها اكبر مشروع موجود في الشرق الاوسط لانتاج الطحالب، وده كان مشروع من الاتحاد الاوروبي وكان لانتاج الطاقه، زائد ان بيستخدم الطحالب النهارده برضو في انتاج سواء مخصبات او سواء انتاج اللي هي المركبات برضو اللي ممكن تخش في الادويه، تخش في كبديل برضو غذائي، يعني بيتم اضافتها ممكن تخش كمكملات في غذائيه الزريعه اللي في الاسماك وفي الاسماك وفي انتاج الاعلاف، يعني لها كافه انا شفت الاستخدامات. نبات الازولا، الأزولا ده برضو بيستخدم كعلف، يعني من الحاجات برضو عندنا في شغل موجود فيها. ده برضو الأزولا يعني وانا بس زي سرخس، سرخسيات، وممكن انت مجرد انك اتعملت في البحيرات وتنمو بكميات كبيره جدا هي مره واحده، وهيبقى هيبقى في اعلاف وهيبقى في كم يعني أنا عايز كبير أقول لحضرتك، أنا شفت تجربة ممكن جميلة يقلل جدا. التكلفه. تجربه جميله جدا في العباس، في احواض دلوقتي تم تاسيسها لزراعه النبات الازولا، وهيتم تغذيه الاسماك احواض بالازولا فقط، واحواض بالازولا والاعلاف، واحواض بالاعلاف. دي تجربه، وهيحصل مقارنه في نهايه دوره التربيه نشوف انهي اعلى انتاجيه. وطبعا المؤشرات الاوليه بتقول ان احنا نقدر نقلل بنسبه 40% من الاعلاف اللي سعرها مرتفع النهارده. فدي خطوه جيده جدا. وفي برضو من الاتجاهات اللي موجوده التصنيع الغذائي، يمكن عندنا عدد كبير من المشروعات بالتعاون برضو مع وزاره الزراعه، ويمكن كان مشروع من اللي هي التعاون الدولي من الوزاره مع المركز كمشروعات صغيره سواء للمراه وسواء للمزارع، تصنيع صلصه، تصنيع انتاج اللي هي المشروم، انتاج بعض الصناعات مثلا من النباتات الطبيه والعطريه اللي هي زراعات الاسطح، يعني مجموعه من المشروعات اللي ممكن تساعد المزارع او يعمل مشروع صغير او الاول بكله اللي هي ممكن في مشروعات تتم. ويعني لسه كنا في تعاون بيتم مع كذا جهه على المشروعات الصغيره، يعني دي من الحاجات المهمه جدا. ممكن كنا في مقابله مع محافظ بني سويف برضو للتعاون مع المركز، واتكلمنا على بعض الاتجاهات اللي موجوده، ودي من الحاجات اللي هو قال لك احنا يعني مطلوبه ان يبقى في مشروعات صغيره للتصنيع. فالنهارده يعني مش زي ما ممكن اتقال تتعاملوا ازاي مع المشروعات الصغيره؟ حضرتك من كلامك دلوقتي ذكرت المناطق اللي هي الحدوديه في كله اي منطقه، يعني في عندنا منها في موجوده في محافظه الجيزه في القاهره في كل المناطق، وعلى كل على حسب يعني مثلا لو هنقول في سيوه فيها مشروعات خاصه بيها في اسوان، لكن هو في مشروعات في مشروعات لكل محافظة؟ في حاجات مميزه في كل محافظه. يعني النهارده مثلا لما نقول بني سويف الطبيه والعطريه معروفه هناك، يعني من اكبر المحافظات اللي شغاله في هذا المجال. لما هنقول مثلا زي يعني المشروع الضخم اللي افتتحه فخامه الرئيس في كفر الشيخ على موضوع الاسماك، مزارع الاسماك، فكل محافظه فيها حاجه، لكن في حاجات اساسيه يعني موضوع زراعه الاسطح دي من الحاجات اللي احنا برضو كنا مهتمين بيها، لان النهارده لما يبقى في توافر المحاصيل الخضر الخفيفه وتبقى موجوده فوق اسطح المنازل اللون الاخضر. في مركز البحوث القومي عندنا نموذج لزراعه الاسطح، يعني فوق فوق المباني الاسطح زارعين في مركز البحوث القومي؟ احنا لينا في مشروعات شغاله في هذا الموضوع وعاملين نموذج. مش انت احنا عندنا مش عاملينه فوق الاسطح بتاعه المباني. هو احنا دايما بنقول عايزين ننشر الوعي ده، لكن يعني مش عند حضرتك بس. بيتعمل مثلا في الـ في الـ في المدن او في القرى، يعني بنختار مثلا نموذج بيتعمل في جمعيه، بيتعمل في منطقه، وبيبقى بيتشاف وبيتم نشره. عشان عندي باحثين بيشتغلوا على الملف ده في المركز القومي.
ليه ما يبقاش عندي نموذج زي ده موجود عشان يبقى مشاكله جنب مني قريبه من الباحث بيقدر يتعامل معاه. احنا شغالين فيه دلوقتي وفي أصل النقطه دي انا اتكلمت فيها مع كل جهه يعني احنا عندنا الزراعه المحميه برضو عندنا نموذج موجود هنا في مبنى الصوب الزراعيه بالنسبه لزراعه الاسطح. فانا كنت بسال بقول ليه طب احنا عندنا مديريات الزراعه على مستوى الجمهوريه كم مديريه زراعه عندها النموذج ده موجود فوق المبنى؟ طب احنا اذا كنا عايزين ننشر الوعي ده ما انتشرش عندنا. الأكاديمية موجود نموذج زيه موجود في مبنى أكاديمية البحث العلمي موجود فوق السطح برضو عاملين نموذج زي كده. فإحنا شغالين فيه من خلال مشروعات ويمكن لسه كنا بنتناقش في أحد المشروعات من يومين إن هيتعمل نموذج بالفعل في أحد برضو المدن وهيتم يعني نشره على مستوى المحافظات. في نموذج تم تنفيذه أو حضراتكم خططتوا له إن هو يبقى فيه لا يعني يبقى داخل جزء من التصميم المعماري الحديث؟ إحنا في ناس بتتكلم دايما يقول لك أنا ما عنديش وقت الفراغ مش عارف أعمل فيه إيه. أنا عايز أكلمك إن أنت هتحافظ على البيئة هتنتج منتجات نظيفة ووقت الفراغ اللي انت عايز تستفيد منه هتستفيد في حاجة فالتصميم ده عايز يبقى حضاري بصورة حضارية. ما احنا حطينا ليه دراسة جدوى بكذا نظام. ايوه طبقا يعني حطينا مثلا يونت مثلا مساحة 100 متر عايز يزود تاني مساحة اكبر يبقى التكلفة في 100 متر قد كذا وطب لو زود قد ايه وحاطين كذا نموذج على اساس في حد عايز يشوفه بشكل حضاري ومستعد يتكلم في حد محتاجه بطريقه بسيطه فعاملين نموذج لكل منها دراسه جدوى والتكلفه دي احنا شغالين فيه من خلال مشروع والمشروع ممول مثلا من صندوق العلوم التكنولوجيه بنحاول ان احنا يتم من خلاله. في نفس الوقت برضو كان في اتفاق مع مستثمر ان وكنا بنعمل برضو معاه بروتوكول ان يتعمل زي نموذج زي كده ويتم عمل دورات تدريبيه للشباب على كيفيه ان هم يعملوا هذا النموذج كاحد المشروعات وده بيتم فعلا يعني الاتفاقيه في الوقت الحالي. الحمد لله. حضرتك متفقه معايا على الجزئيه اللي هقولها دي ولا لا؟ احنا عندنا جانب كبير جدا من المحاصيل لا يتم استغلاله وبنفقده بسبب عدم التصنيع او عدم التخزين الجيد. متفقه معايا على كده ولا لا؟ في جانب كبير بيتم فقده. عندنا مثلا الوادي الجديد بينتج كميه كبيره جدا من التمور ومن انواع مختلفه ما بيتمش استغلال الاستغلال الامثل في التصنيع بسبب ان هي الموضوع بقى في عمليه التصنيع وايه المنتجات اللي ممكن تتم منها اللي احنا كنا بنقوله اللي هو التصنيع الغذائي وده بيتم على اساس كل منطقه زي ما انت بتقول حضرتك كده الوادي فيها مجموعه من مثلا في النهارده النخيل ففي مجموعه من الصناعات يعني كتيره ممكن تقوم عليها واحنا عندنا برضو في المركز في شعبه الصناعات الغذائيه عامله نموذج لعدد كبير من الصناعات سواء على التمور او كافه انواع اللي هي التصنيعات باضافات غذائيه كمواد تزود من الناحيه الغذائيه. طب سؤال مهم انا دايما علشان انفذ البحث العلمي لازم هستخدم فيه التكنولوجيا او في الميكنه صح؟ انا هحتاج معدات. في تواصل ما بينكم وما بين وزاره الصناعه مثلا بحيث ان انا لما اتكلم على معده للتكفيف حصاده للمحاصيل مكنة هجفف بيها الطماطم وهعمل منها منتجات مختلفة ودي موجودة يبقى انا اجي اقول للشاب تعالى ده المعدة دي او الماكينة دي موجودة هنا وتعالى عشان تشتغل عليها. في بروتوكول تم وبيستكمل دلوقتي مع وزارة الصناعة وزارة الصناعة جم وفد منها عندنا في المركز وقعدوا معانا كلنا كرؤساء شعب او عمداء. المركز قام فيه 16 شعبة او 14 شعبة او 14 كلية في كافة المجالات فالمركز جمع كل المنتجات وكل الـ ايه هي اهم الخدمات اللي ممكن يقوم بيها والحاجات الخاصة بالصناعة. موجود فين المركز ده؟ موجود مركز قومي بحوث عندكم يعني انا لو عندي شاب من الشباب اللي اتفرج علينا النهاردة وعاوز يعمل مشروع ويقول لي انا عايز اجي كل اللي هعمله هيدربوني ويقولوا لي المشروع بتاعك خليه يجي لحضرتك بنرحب بيه. فالمركز يعني احنا فيه بنتعاون مع احنا عندنا في مكتب مستثمرين وبيجي سواء في جميع القطاعات سواء زراعه صناعه وخلافه اللي هيطالب بشيء وبيطلب بالخدمه معينه هو عايزها وبيتم تنفيذها. انا بشكر حضرتك وقبل اللقاء انا كنت نوهت قلت لحضرتك المعلومات اللي هنقولها قيمه والوقت هيجري بسرعه وانا يعني شعرت فعلا ان احنا الفقره انتهت سريعا لكن اهم حاجه ان احنا خرجنا بنتيجه. نتيجة ان احنا عندنا علماء فعلا بتحب مصر وليهم سمعة طيبة جدا على مستوى العالم
بيحبوا بلدهم وعاوزين يخدموها، عندنا امكانيات ابتدينا نستفيد منها. والجزئيه الاخيره اللي انا خرجت بيها، اي شاب بيشوفنا النهارده عايز يعمل مشروع مرتبط بالقطاع الزراعي، تعالى المركز القومي للبحوث دكتوره وفاء حجاج او مكتب المستثمرين علشان يتابعوا معاك مشروعك ويساعدوك في تنفيذه. انا بشكر حضرتك شكر يعني انا بشكر حضرتك، وفعلا احنا في تعاون دلوقتي ما بيننا وما بين جميع الوزارات والصناعه يعني هدفنا في النهايه مصر. بشكر حضرتك الدكتوره وفاء حجاج رئيسه الشعب الزراعيه والبيولوجيه والمشرف على مكتب براءات الاقتراع بالمركز القومي للبحوث، شكرا لحضرتك. بشكر حضراتكم وان شاء الله نتابع الزراعيه مباشر غدا. هذا البرنامج برعايه